السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هقول لكم النهارده يا جماعة على الثلاث موديلات بتوع انجلندر اللي هو الامريكان واللولا والبريليان، تمام؟ هنديكم الاسعار بتاعتها الجديدة ونوريكم اشكال المراتب دي. طبعا انتوا كلنا عارفين ان انجلندر نزلت ثلاث موديلات جداد، تمام؟ الثلاث موديلات دول يا جماعة ارتفاعهم 35 سم و37 سم، يعني في موديل 35 وفي اتنين موديل 37 سم. موديل امريكان ده 35 سنتي، ده فيه بيبقى مميز ان هو فيه طبقة مومي دي فوق 10 سنتي وفيه 2 شاسيه. الموديلات الجديدة دي يا جماعة كلها فيها 2 شاسيه، في الشاسيه اللي هو سوسك منفصلة والشاسيه اللي هو الجديد اللي هو اللي اسمه مايكرو باكر، تمام؟ طبعا ده اوبشنات تانية خالص مختلفة عن المراتب العادية دي، يعني بتبقى يعني نسبة كبيرة جدا نفس المراتب اللي موجودة في الفنادق اللي هي بتكون مريحة جدا. الموديل اللي هو امريكان ده يا جماعه نازل فيه طبقه مومي ريفوم 10 سم، تمام؟ وموديل لولا نازل فيه لاتكس طبيعي زي الهاني مون كده اللي هو اللاتكس، بس ارتفاعه عالي 37 سم وفيه 2 شاسيه. وموديل بريليانت مجمع بقى ما بين الموديل امريكان ولولا، فيه مومي ريفوم وفيه لاتكس، تمام؟ تعال نبص كده على موديل امريكان وفي نفس الوقت هنديكوا اسعاره. ده كده يا جماعه هو شكل الموديل امريكان اللي هو ارتفاع 35 سم، تمام؟ زي ما انتم شايفين طبعا المرتبه بتبقى لازم يكون عليها اسم الموديل كده زي ما انتم شايفين متثبت، وعليها السيريال نمبر بتاع الشركه اللي هو اسم الموديل اهوت والمقاس، وده السيريال اللي هو بتاع المرتبه يا جماعه، ده لازم يكون موجود في كل المراتب بتاع شركه انجلترا. ديت الطبقه المومي اللي فوق يا جماعه اللي هي ال 10 سم، تمام؟ ارتفاع المرتبه الكلي 35 سم. طبعا الموديل ده مريح جدا جدا عشان خاطر طبعا المايكرو بوكت ده يا جماعه بيدي احساس مختلف جدا، وكمان المومي ديفوم، تمام؟ المومي ديفوم زي ما انتم عارفين ان هو بيبقى طري جدا وبيكون مريح في النوم. انا عايز اقول لحضراتكم المرتبه اللي هو عايز اوريكم اللي هو المومي ديفوم على الطبيعه، عشان في برضو حد كتير ما يعرفوش. بصوا يا جماعه ده شكل المومي ديفوم اهوت اللي هو المفروض بيكون في المراتب السفنج الميموري زي ما انتم شايفين. ده كده يا جماعه السفنج الميموري اهوت اللي المفروض بيبقى موجود في المراتب. زي ما احنا شايفين المومي ريفوم لو احنا ضغطنا عليه زي ما انتم شايفين كده بيقوم رايح عامل ضاغط واخد شكل الجسم وبيرجع تاني زي ما يكون زي المكان الاول. طبعا المومي ريفوم ده ما بيهبطش خالص، عشان في حد يقول لك ممكن يهبط مع الوقت او كده، لا ده كده مستحيل يهبط اللي هو المومي ريفوم، هو مصمم ان هو ينزل ويطلع تاني، بياخد شكل الجسم ويطلع تاني، تمام؟ هنديكم اسعار الموديل امريكان ده يا جماعه في جميع المقاسات. مقاس 90 في الامريكان عامل 7890، مقاس متر عامل 8770، مقاس 120 10520، 140 12270، 150 13150، 160 1420، 170 14900، 180 15770، مترين في 200 عامل 17530. ده كده موديل امريكان ارتفاع 35 سم، فيه 10 سم مومي ريفوم وفي 2 شاسيه. ده كده مقاساته يا جماعه قبل الخصم، يعني لو في خصومات بتبقى على السعر ده. الموديل اللي بعد كده اللي هو موديل لولا. موديل لولا يا جماعه ده كده شكل الموديل اللولا اهو يا جماعه، تمام؟ زي ما انتم شايفين ده الشكل بتاع الموديل، تمام؟ وبيكون فيه طبعا التيكت اللي هو بتاع الموديل برضو ده موجود على المرتبه وعليه السيريال نمبر، بس ده شكل القماش بتاعها هتلاقيه نفس شكل القماش الهاني مون. يعني ده يا جماعه موديل لولا وده موديل هاني مون. موديل هاني مون اهو نفس القماش ونفس كل حاجه، بس ده ارتفاعه 37 سم، الهاني مون ارتفاعها 27 سم، تمام؟ ده برضو بيبقى فيه 2 شاسيه، 2 شاسيه وفيه لاتكس اللي هو اللاتكس الطبيعي، تمام؟ ده برضو كده يا جماعه هو شكل اللاتكس اللي بيكون في المراتب، ده السفنج اللاتكس اللي هو بيبقى كده بالشكل ده كده، تمام؟ اللاتكس ده يا جماعه طبعا انتوا عارفين هو اعلى سفنج موجود في السوق، اللاتكس الطبيعي موجود في الهاني مون وفي موديل لولا، تمام؟ موديل لولا ارتفاعه برضه 37 سم وفي 2 شاسيه وفي لاتكس طبيعي، تمام؟ هنديكوا برضه اسعاره في جميع المقاسات. موديل لولا يا جماعه اللي هو ارتفاع 37 سم، ارتفاعه يا جماعه 35 سم، مقاس 90 عامل 9480، متر عامل 10500، 120 12600، 140 14700، 150 15700، 160 16800، 170 17900، 180 18520، مترين في مترين عامل 21
50، ده كده موديل لولا اللي هو في 2 شاسيه وفي لاتك، وفي لاتكس طبيعي. بعد كده الموديل الاخير اللي هو برده نازل جديد في انجلترا اللي هو موديل بريليانت، ده برده شكل الموديل هو يا جماعه اللي هو موديل بريليانت. طبعا كل المراتب بيكون جواها شهاده الضمان، هي يا جماعه بتبقى جوه المرتبه ديت، لما حضرتك تفتح الكيس بتلاقيها مكتوب فيها برده اسم الموديل هو بريليانت 160 في مترين. ده كده شكل موديل بريليانت زي ما انتم عارفين. واحنا قعدنا على الموديل بصوا، طبعا احساس تاني خالص غير اي مرتبه، عشان ده اعلى موديل في شركه انجلندا اللي هو موديل بريليانت، ارتفاعه 37 سنتي وفي ميموري فوم ولاتكس زي ما احنا شايفين. الطبقه دي كده الارتفاع بتاعه كبير، ولما تقعد عليه طبعا احساسه مختلف جدا عشان خاطر ده موجود فيه ميموري فوم ولاتكس ومايكرو بوكيت وسوست منفصله. تمام، هنديكم برضو اسعاره في جميع المقاسات. مقاس 90 عامل 11000، مقاس متر عامل 12260، 120 14700، 140 17170، 150 18300، 160 19600، 170 20800، 180 22070، مترين في مترين عامل 24520. طبعا الاسعار بتاعتهم عاليه، بس ديت لو حد عايز بقى ياخد مرتبه اكنه موجود في اي فندق من الفنادق اللي هي العاليه، فالمراتب ديت كويسه جدا، تديك احساس تاني خالص غير المراتب العاديه، عشان طبعا الاوبشنات اللي نازله فيها مش موجوده في اي مراتب، اللي هو الشاسيه الجديد المايكرو بوكيت والسوست المنفصله وطبعا الميموري فوم ولاتكس والكلام ده، ده موجود في الموديلات اللي هي الجديده دي بس مش موجود في المراتب العاديه. فطبعا جميله جدا واحساس عالي جدا لو حد عايز يوصل بقى اللي هو مراتب نفس مراتب الفنادق بالظبط. الثلاث موديلات دول يا جماعه موديلات مميزه جدا 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 ومريحه، طبعا مستحيل طبعا من ربع مستحيلات ان يحصل مشكله في اي موديل يا جماعه في انجلندر، عشان برضو يبقى احنا عارفين كل المراتب في انجلندر او يانسي ما بيحصلش فيها مشاكل نهائي، كويسه جدا ومريحه في النوم، ولازم تختار مرتبه اللي هي تكون مريحه بالنسبه لحضرتك. تمام، دعونا دايما بلايك وشير واشتراك في القناه عشان نقول لكم على كل جديد. تحياتي لكم جميعا، ابراهيم الكيلي، شكرا.